عليكم ورحمة الله. احنا اصحاب السيارات الفردية وشركات النقل. اعتصامنا اليوم على اجور النقل وعلى الحد الادنى من الاجور وعلى قلة الشغل وعلى الشركات اللي اكلوا هالبلد. وعندنا اللهم صل على سيدنا محمد وزير النقل اللي لا يكترث لا لسايق ولا لمصلحة سواقين ولا لمصلحة نقل ولا لشحن. كل سواقين الحاويات اليوم اعتصامنا ان شاء الله تعالى لنحقق مطالبنا ان شاء الله بهالبلد، ونسأل الله الخير للجميع وكل الاحترام.